ويلي ابتسامه باقا ما بديناش. يلا نقولوا السلام. السلام بلاش، كي دايرين بخير؟ لاباس بخير، ناشطين ماشطين فرحانين خلاص. صافي شي الحافظ. المهم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير، صحتكم مزيانه، اموركم هانيه، وان شاء الله اموركم تمام على خير على خير ان شاء الله في هذا النهار هذا ديالكم ان شاء الله باذن الله. عرفت شو كنشوف لا فرونش ديالي من هنايا، تبان لكم مريشه، هي شعر مجموع كيقول لي بنتي شك زوين، ايه كيبين الوجه وكيبان وجهي صغير، ولكن في نفس الوقت خصني نشري داك لو جيل. كنقول غدا بعدو غدا بعدو مازال ما شريتوش، ما لقيتوش، حيت كاين واحد النوعيه اللي كتعجبني اللي كتشد مزيان، شتي راه شريت هذاك ديال هنايا. فديري داك الديزاين انت اللي بغيتي بحال هكا، تقدري ديري هكا كيجي لاصق زوين، كيجي داك الشكل زويون. ايوا حبيباتي، دينا الدراري للمدرسه قبيله، داري مسكينه ولات كتعطيها غير البكه منين كتمشي للمدرسه. صافي دابا غادي باش نتقداو. الشريف قال لك بقى دولمه ياك، انا ما نعرفش ليها مزيان، هو ديما ملي كنطيبوها كنعيطو لخشو كتبقى تعطينا التفاصيل، دابا تعلم لها. سو يو نو نيد تو كول هير اجين تو تيل يو. دابا خاصك قال لك عاوتاني عيط لها، حيت كان في كنا في كنت في المغرب وصيفط لي الفيديو ديالو حاطه بحال هكا، عرفتي جات مشاده في بعضيها، ملي كيقلبوها بالبرمه كيقلبوها في التفصيل، داك اللي كتكون بروفيسيونيل ديال بصح تلقاها شاده في بلاصتها، ولا كت يعني كتبقى شاده في بلاصتها باش كيبدا تريب شويه بشويه. وهو دار بحال هكا كعطي صرعها، قالت لي اختو طيبتيها احسن من العيالات. شوفي حبيبتي الجو كيدير، حال واحوال. عرفتي يلاه كانت الشميشه كندوي مع بابا في التليفون، قال لي حنا راه الحراقيه في المغرب، قلت لي حنا شحنا دابا الشمس. شوفي دابا اش غنقول ليه؟ غنقول ليه بابا كطيح الشتا. علاه غندخلو لهنايا باش ناخذو التحضيرات ديال الدولما، حيت راه كاين السم ديال البرد. شوف انا شعكاكتي عاوتاني طالعه السم. يا خويا شحال فيك؟ شوفتني سوميتو؟ مازال شي وحده تكون مخلفله مزيان، هذه شو خضره تعز لي ديك الصفريطه. عرفتي المره الخضره الشوايه، شوف هاد العيبه شنو سميتها هادي فاختيا، شنو هادي؟ شوف كاريلا 10 باوند، عرفتي هادي دايره 110 دراهم مغربيه. شوفوا القرعه الخضره في 1400 ريال الكيلو. نعم طماطو؟ لا مطيشه 60 درهم الكيلو. شوفوا الحار هذه شحال دايره في المغرب، رخيصه. شوفوا هذه الكيلو شحال، 150 درهم مغربيه. النعناع شوفوا شحال داير، 20 درهم القبطه. اختي راك عارف هاد الخضره احسن مني. يلا بلاد ما كيكون عايش حتى زوفريت. كيكون عايش حتى زوفريت قبل تيكون حريفي. البنات ما بقى والو، الدراري خصنا نمشيو نجيبوهم المضره، قلت لي غنمشي نشوف 12، لانه انا عارفه راسي غنبقى اليوم غدا اليوم غدا، وديك 12 ما بقيتش حاملها، وما عرفتش واحد ليا في الحلق ديال الحلوق ديالي. شي 12 كي دايرين، واو على 12 جابهم كي دايرين. شوفوا البيضين كي دايرين، شوف 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 السيل مربع، شوف هاد السيل المدور، كاين هاد السيل هذا، هادو ديال الجرانيت. شوفوا البنات الكحل، شوفوا هاد الزوينين هادو حتى هما حمرين. كاين هاد السيل هذا الالومنيوم، الصراحه باختي راه كيحمق على الالومنيوم، حتى الله يرحم باك الالومنيوم مبقيتش باغا ندور به. هانتوما البنات شوفوا، شوفوا الانواع والاشكال، هادو بحال اللي عندي صراحه، كيكونوا هكا شويه كيوليو واحد اللون ديالهم في الشكل بحال كيوليو مدببين. دابا ها هو غيجي باختيار، قلت لي انا غنطلع نشوف باش ما نضيعش الوقت، ما بقى والو الدراري يخرجوا من المدرسه. قول لي البنات اش بان لكم؟ انا ما عرفتش هاد البيض، ما بين هاد البيض والماغو، ماغو ما فيش كاملين نستارو به. شوفوا هنا عاوتاني، شوفوا هادو عاوتاني كيفاش دايرين، واو هادو زوينين صراحه، ولكن غاليين يا اختي بزاف. شوفوا غير هادي، شوفوا غير هادي بوحدها دايره 35 باوند، غير هادي 400 درهم بوحدها. كيبان لي هاد الكحل زوينين ولا هاد الكري،
ولهذا الستيل هذا بروفيسيونيل. هادو شوم زوينين، هاد البيضين شوم زوينين. كاين اختي ما ناخذش هادشي كامل، ناخذ غير اللي غيخصوني بحال من هذاك القياس اللي طالعين الفوق. اختيار بان لي هذا ياك الكحل ولا الكري ولا هادو ياك ولا هاد البيضين ولا هذاك الحمرين، اش بالك؟ انا بهذا كري عرفتك ديما تمشي لهاد الالوان. هادو هو زوين صراحه ولكن اي شد فيه الحرق. الريد زوين. ناخذ الاحمر. احمر زوين ياك، بات لوكس فيري سترونغ واختي صراحه، لوكس جود كواليتي. يو نو هاو ماتش؟ لوك هاو ماتش، لوك هاو ماتش ايتش. يو نو هاو ماتش ايتش. مانا غنطيبو في العراس. هادو البنات صراحه باختي خبير في داكشي ديال الطناجر، حيت هو في بلادو كيستعملو الطناجر بزاف في الطياب وداكشي وكيديروهم فوق العافيه كبيره، يعني عارف داكشي. قال لي هادو لا علاقه، واخا غاليين عرفتي غير وحده بشحال دايره. هادي هاد الكبيره كاع دايره ب 500 درهم مغربيه غير بوحدها، اللي فوق منها دايره ب 400 درهم. قال لي عندك بختيار، قال لي غير الديكور. شوف هادي بختيار، انا جايب لي هادي ياك، هادي ولا هاد الماركه، هادي شوف ولا هاد الماركه، هادو جوج اللي انا بعدا بانوا ليا. بسم الله، شوفوا هاد السيل حتى هو اول حاجه البنات غنديروها دابا هي ناخذو. واو هاد البلاطو بختيار، شوف هاد البلاطو هذا. I saw this time I want to buy it for you but really شي الذوق ديالي بحال ديالك. Why do you think by this one؟ هاك شري هذا، شد. واو شي فن هذا، شوف انتما فيه قياسات. شوفوا هادو راه ديال السيليكون ياك، شوفوا لي ستيل كيفاش دايرين، شي حاجه اللي زوينه. ولكن البنات عرفتي واحد الطبيب عاش عاود على هاد الشيء ديال السيليكون، مصيبه وكارثه. بعدو من السيليكون ها ريلي. يلا سير، قال لك نمشي نقول ليه يتصاوب معانا في الثمن. قلت لكم البنات واحد الطبيب عرفتي كيوصي ويعاود، قال لكم راه السيليكون ني تحركي به الطروفه ديال السيليكون ما تتشوفيهمش، واخا هو راه يقدر يدخل في الفران طيبيه سيليكون كامل تتقيب مثلا ديال كوب كيك وديال العيبات وهذا، تدخليه الفران قال لك شي طيح في داك الطروفه وانت ما كتشوفيهمش بالعين المجرده، شي يبانوها بالميكروسكوب. اتونسيون قال لك بعدو من داك السيليكون، العود هو اللي صحي، بعدو من الحديد كيكرط الطناجر، ديال العود احسن ما ياكل البنات. راه دابا نوريكم واحد الموديلات زوينين خديتهم اونلاين، راه فيه العجب العجب. بنادم دابا كيشوف لدابا غناخذ به شي حاجه، لانهم نقول غدا نصدق مكرطاهم. اما البنات السيليكون بعدو منو، راه كارثه عظمى للصحه. انا ننصحكم اللهم اني قد بلغت. شوفوا اش كيبيعوا، كيسان مغربيين مراكن ديس ون فرانس هاند ميد بدي كوبين مراكن ستايل. هذا مغربي هذا الستايل، هذا الستايل المغربي قال لك مراكن اند فرانس ديال فرنسا. شنو فرنسا؟ ولا يلا صافي واخا على ارين، واخا عليك فين هو دخل. المهم حبيباتي يلا جينا للدار دابا، اليوم ان شاء الله غنصايبو دولمه. البنات كيقول لي عاودي بارطاجيها معنا بالتفاصيل ان شاء الله. غنوريكم بعدا الطناجر اللي خديناهم. ها انتم البنات شوفوا، اول حاجه هذه طنجره رقم واحد، دي اصغر وحده، هذه خدينا بحال بوحده. ها انتم شفتوا 15 باوند 14.93 15 باوند، الثمن ديالها دايره بحال تقولوا 3600 درهم غير هذه بوحدها، ولكن صراحه هي اشقل وحده في هذوك، يعني الماده ديالها مزيانه غرانيت. شوف البنات الغرانيت صراحه صحي وزوين. هذه البنات بوحدها، لا هذه التاليه اللي تابعة لهذا القياس هذا، انتم شفتوا هذه دايره 20 باوند، يعني الثمن ديالها بوحدها دايره ب 2400 ريال، شفتوا 220 درهم، وغلاقه ديالهم فنين. شوفوا البنات صراحه زوينين صافي. وهادي التاليه اللي كتبع هذا القياس هذا كدير ب 25 باوند، 25 باوند يعني ما يعادل تقريبا واحد 300 درهم، هذه بوحدها ب 300 درهم قل 10 دراهم. وهنايا البنات هادي دايره ب نقولوا حتى هي هادي دايره ب 350 درهم، يعني انتم 29.99 يعني قولوا 30 باوند، يعني ما يعادل واحد 350 درهم مغربيه، يعني ثلاثة بهم
انا نقول لكم شحال طلعوا عليا في الطوطال. طلعوا عليا البنات تقريبا ب 1000 1000 درهم وشي حاجه، يعني مغربيه 1000 وشي حاجه، يعني ماركه زوينه. والجرانيت البنات راكم عارفين تيكون زويون في الطياب ديالو داكشي، يعني شي حاجه اللي زويونه. البنات باقى ليا غير الكوكوت اللي خصني نشريها، هادي حتى غناخذها اونلاين، كاين واحد السيل واعر يلاه خارج ولي غناخذو. المهم هنا البنات كلشي كاين هنايا، كاع داكشي اللي غنديروه اللي غنديروه في دولمه. هذا الشويت، هذا السلق، نتوما غتشوفوا غتعرفوا العيالات انا ما كنعرف سميت هادشي بالمغربيه. نتوما غتشوفوا غتعرفوا، انا نقرب لكم هنا. شفتوا البنات هنا غنحتاجوا مطيشه، هنا الحامض والبصله صافي، والبنجال القرعه الخضراء صافي، هنا البطاطا. هنا البنات شوفوا شنو خديت، خديت هادي، خديت هاد الصينيه هادي شو قبيله هديتها. شوفوا كيف داير، شوفوا البنات فهاد الوريده هادي بحال هكايا غزاله الصراحه. شوفوا الطبعه كبيره من المضروبه من تحت صافي. خديت هاد السرابس كنحتاجهم بزاف بحال هكا التنظيف وهذا. وهنايا خديت هاد اللي باش نحرك بهم ديال العود، خديت هاد الكولاف هذا، هادو راه عود ماشي بلاستيك، عود وقلت لكم هربوا من السيليكون خطير. وهذا البنات هو اللي تحس فينا ديال تبرد الغدايات فهمتي صافي. وهذه كانت خاصاني ديال الحلاله ديال المعلبات صافي. هنا البنات تندير التوابل، هنا الروز ضروري خصو يكون مرقد في الماء واحد المده تقريبا نص ساعه، وانا تديري التوابل اللي تعجبك وتتهزي داك الشويت هذاك العشبه اللي وريتها لكم، تزيدي هنايا واحد جوج ثلاثه المعالق ولا اربعه كاع ديال مطيشه الحك، وتزيدي الملح. ما تخافيش من الملح راه تيشرب داك الروز، تيشرب ما تيبقاش فيه كاع مذاق ديال الملح هكاك صافي. وهنايا غادي تخلطي مزيان هادشي كامل بحال هكايا، وهذا هو الروز اللي غادي يعمر وسط الخضره وسط داك السلق. ولا بغيتي ديري ورق العنب دبر راسك، راه كاينه واحد الاله تتعاونك باش كتصيبي ورق العنب ساهل تتباع اونلاين البنات اللي ما تيعرفوش يلويو. المهم هنا البنات البطاطا وداك السلق داك العواد ديالو التحتانيين تيداروا لتحت باش وملي كيتحرقوا الماكله ما كتحرقش صافي. غنوريكم الطبقه التاليه شنو فيها صافي. وهنا البنات كاين الناس اللي كيديروا ورق العنب والسلق كيخلطوا، كاين اللي كيدير غير ورق العنب بوحدو وكاين اللي كيدير سلق بوحدو. صراحه هذا السلق البنات راه تيجي بنين، هذاك اللي بحال الخرشف راه كيجي زوين، راه ماشي سبانخ وماشي ماشي هذا خرشف ولا لا، هذا راه سميتو السلق. راه حتى مريم قالت لي سميتو السلق في المغرب كيقولوا ليه السلق صافي. هنا تنعمروا خضره الدنجال القرعه مطيشه البصله البطاطا تنقردوها بحال هكا طريفات شرائح كدار من التحت، والسلق كما قلت لكم تيدار اساس باش ما كيعطيكمش داك الحراق في الطنجره باش ما يتحرقش لكم داك الشيء وصافي. وكل حاجه تتخلي لها الشقفه ديالها باش تتسدي بها، بحال المطيشه خليت لها الشقفه ديالها باش غنسد فيها بحال نسدها باش ما حيت المطيشه كتفرقع الا طابت بزاف. وهنا البصله داك الشقافي ديالها كتحيدي منها بحال هكا قشرات، داك القشرات وملي تتعمريهم ولكن بلوكيها باش تولي دايره بحال هكا. وهنا اللحم البنات راه كتشوفوه طايب، يعني 100% خصو يكون طايب مزيان. هنا البنات شو اللحم راه طاب في الكوكوط، طاب مزيان، وداك الماء ديالو خصو هو اللي كنستعملو باش كنسقيو به باش كيطيب داكشي في هذا في البرمه. شو داكشي منظم كيفاش داير البنات، ها انتم البنات هنايا من بعد ما وجد هادشي كامل. دابا هنا اول حاجه هو الحامض، شفتوا البنات هاد الكميه ديال الحامض غادي تكب عليه هنا بحال هكايا من الفوق، راه كيهبط لتحت شفتوا البنات صافي. من بعد ملي تديري الحامض هنايا النص ديال هاد الجبانيه ديال الماء ديال اللحم اللي شتو اكسبري، خلينا الماء كثير باش يجينا بحال هكايا. دابا غادا نسقي به هنا هذا كامل باش ما يجينيش مملح، لانه ديجا كاين داك الرز فيه الملحه. غندير جبانيه ونص، عقلوا نص ديال لاصو ديال سميتو، نص لاصوب ديال اللحم، نص جبانيه ديال لاصوب ديال اللحم، ولكن الماء عادي عادي ونص جبانيه ونص ديال الماء. اون فوا غنحطها في البوطه غنكبها. You know why you put the map? Depend how much water you big put in this, even the small you know put in the البنات دابا هاد القياس هذا ديال هاد البرمه بحال هكا، شوفوا قداش
اما برما صغر كلشي صغروا الكميه لانه الا كثر الماء بزاف داكشي غيبدا يلعب. انا البنات جبانيه ونص ديال الماء، جبانيه ونص ديال الماء. غتقولوا لي واش بارد ولا مغلي؟ خصو يكون مهم سخون، ومن الاحسن لا درتو ما ديروش مغالي عاوتاني فرشت لكم داكشي، ديروه يكون سخون وصافي ماشي مغالي. في دابا غادي نسدو عليه غنديروا ليه طبصيل. شافوا البنات شو طبصيل؟ تقولي علاش الطبصيل كيدار؟ هذا كيدار باش كيحكم لف داكشي منين يبدا يغلى طلع عليه الغليه ما يبقاش يهرب داكشي، يبدا يطلع يبدا يتبخبق ويتفرتت يبقى شاد في راسو. البنات اون فوا غطلع عليه الغليه داكشي مزيان غادي يبدا يغلي بلق 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 بلق، خصك تنقصي عليه باش ما يتفرتتش ليك، تنقصي عليه على مهل ويبقى يطيب على خاطر خاطر، لانه راه كلشي طايب خص غير الروز يشرب الماء ويطيب صافي، اما راه كلشي طايب وداك الخضره هي خصها طيب راه دغيا كيطيب داكشي. المهم الكبيدات عرفتي جبدت عليه بواحد النعيسه موراها البنات باش نقول لكم. البنات تمهلات على البوطه من بعد 45 دقيقه ديال الطياب من بعد الماء والحامض واللعيبات، تكب عليه الزيت بهذا القياس هذا حتى لهنايا بحال هكايا، مغلي داك الزيت خصو يكون مغلي و تيتكب عليه من الفوق. صراحه الطنجره باش نقول لكم طلعت واعره غزاله في الطياب ديالها، يا سلام. دابا غتشوفوا طريقه القلب كيفاش غادي. شوفوا انتم شنو نشفات من الماء امالكي، وضروري ما تنساوش اون فوا طلع الغليه مهلوا الماء والطبسيل ضروري يكون الفوق باش كيشد لكم داكشي. فالين اشنو؟ يلا كله يشد بلاصتو، يلا فوت ريدي نو اللي كلا مزيان غياخد بريزن، يلا اللي كلا فيكم مزيان بريزن. بسم الله هلا 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 هلا، اهلا وسهلا بكم يا الحبايب، تبارك الله عليك قلبه رائعه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على عبد الله، هلا والله. بسم الله ما شاء الله very good. يلا نعم ماما ها يلا بسم الله عشي قهرنا الجوع عشي معتي ولا تتحرقني ما جاني الجوع نعست اشنو سربي سربي انا عارفك هربانه من الماكله زيد يلا عرفتي البنات كي جاي هذا الشيء ماما ها ماما الكبيدات ديالي خليت هذا الصباح لانني عرفتي عيش تبلوكيت ما بقيتش قادره فين نزيد صافي عيش، فقلت نخليها الصباح ان شاء الله ونكمل لكم. المهم حبيباتي بغيت نوريكم شي ديزارتيكل وصلوني عاوت في الاخر الفيديو غنهضر لكم على شي حاجات ان شاء الله. المهم هنا ديما لاسي انوكسيداب البنات كيطول وتيبقى عندك كما قلت لكم تتبرعي راسك وتيبقى عندك داك الشيء، يعني ديما الموديلات الجديد ديما تلقاي راسك لابسه الجديد ماشي تصدى ما والو. شوفوا هذا الموديل هذا كيفاش تيجي البنات، كيجي بحال هكايا سنيسلا وكتجي معاها الكورمات ديالها على هاد الشكل هذا بحالها تماما كتجي بحال هكايا. شتو البنات وما كيتصداوش، هادو اللي زوين فيهم تبرعي ليا مع راسك وما داكشي ما يتصدى ما يتبدل لي كولور. دابا غنوريكم الخويت مات لي موديل اللي خارجين دابا، شوفوا هاد الشكل هذا البنات شحال زويون، شوفوا هذا حتى هو. دابا البنات اللي عشاقات من لالات يصلح لهم هادشي، بحالي حتى انا كنمل يعني الحاجه القدام ديال اليوم غد لي ما نحملهاش كنبدل، عزيز عليا تبدل تنمل دغيا. شوفوا البنات هاد الخاتم هذا حتى هو كيداير فيه حجره الوسط، وشوفوا هذا البنات
راه غنخلي لكم البنات هنا البرومو كود، البنات اللي باغيين يستافدوا من 20% هذه المره تخفيض على كل ارتيكل غتشريوه، غتستافدوا من 20% تخفيض. شوفوا هذا البنات كي داير، فيه هنا الحجر كيجي خط هكا وخط هكا، وتقدري ديري القياس اللي بغيتي هنا باش كتزيدي وتنقصي. وهنايا الخاتم الاخير هو هذا، شوفوه البنات كي داير عامر، البنات اللي عزيز عليهم شي حاجه شويه شارجي عندهم الشكل ديالو بحال هكايا. وهنا البنات هذا حتى هو اسي اينوكسيدابل ولكن في لارجونتي، كتجي خميسه بحال هكايا البنات. هذا الخميسه، الطقم ديال الخميسه هنايا غورميت، هادو كل حاجه كتشريوها بوحدها، بحال مثلا واش قالت لك بغيتي تشري غير هادي يمكن لك خميسه ديال غورميت ديال الخميسه. وهنايا توينغات، شتو البنات زويونين صراحه. وهادو حتى كاين حتى الخاتم ديالهم حتى هو فيه خميسه بحال هكايا، غير ما عرفتش فين هو، قلبت عليه ما لقيتوش. هذا هو اللي كاين البنات، كما قلت لكم التشكيلات زويونين. راه نخلي لكم اول تعليق، نخلي لكم الرابط ديال الموقع الا بغيتو تقداو، و 20% كود برومو الا بغيتو تستافدو من تخفيض ديال 20%. المهم البنات بغيت غير نقول لكم انه قريب ان شاء الله غنبارطاجي معكم شي حاجه اللي غتعجبكم. غيبان لكم وجهي، عقلتو اخر مره كيفاش كان بالحبوب، يعني يا الهي يا الهي، ونقص مني الحبوب. شوفوا ها نتوما حتى وجهي كيبان فيه واحد واحد الصفاوه اللي ما مولفينهاش فيا، وجهي كان كيبان شويه، المهم كنت مبان ما هياش. عطيتها لي لاطاك هاد الايامات، وباش حتى نتوما تزيدوا تشوفوا النتيجه. انا راه كنحاول نتفكر دابا مع الدراري والجري وجاري من هنا تنسى، كنحاول نصور لكم لقطات، تنحاول البنات نصور لكم لقطات باش تشوفوا الوجه كيفاش يعني كان وكيفاش غيولي. وفي نفس الوقت غنبارطاجي معكم النتيجه ديال بعض الناس اللي من لا فامي ديالي، حتى هما مده وهما كيجربوا هاد لاكام تقريبا واحد 3 شهور، يعني 3 شهور يعني بحال تقولوا باش حتى نتوما تشوفوا 3 شهور ما كيجربوها، ولكن الاستعمال راه تيبان بحال هكا بالنسبه للوجه 20 يوم تيبدا يبان لك الفرق. انا راه تقريبا دابا 20 يوم وانا كنديرها. وبالنسبه للشعر حتى هو راه بديت واحد لاكام حتى ديال الشعر، لانه شعري ولا كيطيح بواحد واحد الكم راه ما يمكنش. بحال دابا المشطه يلاه نقيتها، والبارح شوفوا ها نتوما البنات شحال ديال الشعر، شوف 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 شحال ديال الشعر، عرفتي ولا كيطيح ليا بزاف، ما يمكنش ما يمكنش. فقطعت كلشي اي حاجه كنديرها، وبديت واحد لاكام اللي واعره البنات، ما كنقولش لكم واعره هكا، قلت لكم ناس من لا فامي راهم كيديروها، والصراحه لقاو عليها نتيجه 3 شهور وما كيستعملوها. فان شاء الله غنبارطاجيها معكم، غير صبروا عليا البنات باش نتوما تشوفوا النتيجه فيا انا. غتقولوا لي علاش ما استعملتيهاش من شحال هادي البنات؟ كان المورال ما هواش، كنت باقي ما مهيئاش انني نبداها، يعني مونطالمون وفيزيكمون ما هياش، فداك الشيء علاش قلت خليتها نولي مزيان ان شاء الله. اش كنت تقرقب كيقرقب عليا، حتى نولي ان شاء الله مزيان ونبارطاجيها معكم. فدابا جا الوقت باش غنوريكم كل شيء ان شاء الله. هذا هو اللي كاين البنات، والبنات استعملوا داك الدولمه اللي شتوها، راه هذيك ماشي بالورق العنب، هذاك بالسلق، السلق راه موجود البنات. راه مريم قالت لي راه حنا كنقولوا لي سلق، مع وريتها النهار اللي طابت قلت لها قالت لي واخا عليك ملي تجي المغرب كاع ما تصايبي لي انا هادشي، قلت لها نصايبو انا وياك. قلت لها صافي ان شاء الله، غير هو كاينين حاجات قلت لها اللي ما كنعرفش ليهم انا راسي، خصني ضروري يكون معايا باختيار، بحال الدولمه شويه كتجيني صعيبه، خصو ضروري يكون معايا لانني ما متعوداش نصايبها، وفيها شويه التماره، كل حاجه راسها، كل حاجه خصك تبقاي تخوخي فيها كل حاجه دي. ولكن صراحه بنينه قلت لي صراحه الله يعطيك الصحه، صيبتي احسن من اللي دقتها عند العيالات، والله صيبتي احسن منهم. تا اختو فاش شافته صيبها وصورها لها قالت لي والله باختياري لا صيبتي احسن من العيالات، قالت لي شاده في راسها، حيت كان جوج المرات فاش كنت انا ما كايناش هنايا، مره صيبها كان راسو، مره صيبها فاش كان داك الولد اللي قلت لكم من عائلته كلا هو وياه، حتى الولد تبهط فيه قال لي صراحه كتعرف طيب، قال لي هادشي عندك واعر، قال لي والله هي زوينه، قال لي مذاقها فن. فصراحه طلعت زوينه، الا بغيتو تصايبوها البنات سهلت عليكم، ساهله، غير هي غتقدر تجيكم صعيبه في الاول ولكن غتعجبكم، راه بنينه البنات. وثقوا بيا بالسلق كتجي احسن من ورق العنب، كتجي بن بن من ورق العنب، والله كتجي بنينه. المهم حبيباتي ما نطولش عليكم بزاف،
وهاد الايامات ان شاء الله غنبدا ندير لكم فيديوهات نهار نهار لا كما قلت لكم، لانه في رمضان ومنين تنكون في المغرب راه ندير لكم يوميا منين كيكون يكون شويه ديال سميتو. اما منين كنكون هنايا نهار نهار لا يلاه دير هادي دير هادي، ولا يومين لا، وبعد مرات ندير لكم نهار على حسب الظروف ديالي. بوسه لكم كاملين حبيباتي، شكرا لكم ديما نقولها لكم على التعليق زوينه وعلى الدعم. السلام عليكم.